إلزموا بيوتكم واغسلوا أيديكم باستمرار وحافظوا على مسافة كافية بينكم وبين الآخرين، خذوا بالأسباب واستعينوا بالله واصبروا لعل الله يجعل لنا مخرجا قريبا من هذا الوباء القاتل. أهلا بكم في حلقة جديدة من كورونا اليوم، ونبدأها بحصاد كورونا. أهلا بكم. حصاد كورونا العالم، أرقام الإصابات في ازدياد مستمر. قبل بداية الحلقة كنا نتحدث عن 1,652,000 إصابة، ارتفع الرقم إلى 1,675,000 إصابة وعدد آخر من الحالات. الوفيات 100,379، كان هذا منذ ساعتين. هناك عدد من الدول أعلنت أرقامها، ارتفع الرقم إلى 102,000 حالة وفاة، تجاوزنا 100,000 حالة وفاة إذن مع فيروس كورونا. التعافي 369,000، ارتفع الرقم إلى 371,000 ونحن نتحدث الآن. إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي كان يتحدث رئيسها منذ دقائق قليلة في مؤتمر صحفي ويخبر بالبريف اليومي أيضا أو ملخص ما تم في الولايات المتحدة الأمريكية. أرقام الإصابات 478,000، أصبحت 488,000 حالة إصابة في الولايات المتحدة الأمريكية. الوفيات 18,000 حالة وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن تعافى 26,000 حالة. دونالد ترامب كان يتحدث أن الوفيات لن تصل إلى 100,000، سنتجاوز هذا الفيروس، سنمر من هذا الفيروس، الأعداد ستنخفض في الأيام المقبلة. لا أدري من أين جاء ترامب بهذه الثقة والأرقام في ارتفاع مستمر، ولكن هذا ما قاله قبل دقائق من بداية هذه الحلقة في مؤتمر صحفي كان على الهواء مباشرة. نذهب إلى أوروبا. هناك في إسبانيا المركز الثاني في حالات الإصابات، 157,000 حالة إصابة في إسبانيا. الوفيات 15,970 حالة، أما من تعافى 55,668 حالة. إلى إيطاليا. هناك في أوروبا أيضا 147,000 حالة و 577 هذه أعداد الإصابات، أما الوفيات 18,849، لازالت هي الأعلى على مستوى العالم. من تعافى 30,455. الولايات المتحدة يبدو أنها في الطريق إلى تجاوز إيطاليا في أعداد الوفيات. يقال أن إيطاليا بدأت أيضا الأعداد في الانخفاض نوعا ما، سنتابع في الأيام المقبلة ما الذي سيحدث هناك. إلى ألمانيا. ألمانيا دولة أخرى في أوروبا، 119,624 حالة، الوفيات 2,607، نموذج ألماني يحتذى به، التعافي 52,407 حالات. التجهيزات الطبية عامل مهم، الإمكانات المتاحة عامل مهم، إجراءات العزل التي اتخذت عامل مهم أيضا، طبيعة المجتمع أنه مجتمع غير اجتماعي، هناك سوشيال ديستنس موجودة في المجتمع بشكل تلقائي هناك في ألمانيا، وبالتالي أعداد الوفيات لا زالت قليلة، يتوسعون في إجراءات الكشف بشكل كبير، وبالتالي بات هناك نموذج أوروبي يحتذى به وتحاول الدول الأوروبية أن تسير على خطاه. في فرنسا دولة أخرى أوروبية تعاني بشكل كبير، الإصابات 117,749 حالة، الوفيات 12,210 حالة، أما من تعافى 23,206 حالات. هذا هو الوضع في فرنسا. إلى الصين التي تقول أنها تسيطر تماما على الفيروس. الإصابات 81,907، الوفيات 3,336، ومن تعافى 77,455 حالة. هذه الأرقام في الصين، وكما قلت بالأمس وأول أمس وسأكرر كل يوم، هناك من يشكك الآن في حالات الصين ويتحدث عن هذا النظام السلطوي الذي يريد أن يرسل رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أننا انتصرنا عليكم في هذه المعركة، أننا انتصرنا في معركة كورونا، سيطرنا على الفيروس، سيطرنا على الوباء، الأرقام تنخفض عندنا، ولكنكم تعانون أشد المعاناة وتفشلون في مواجهة كورونا. إلى إيران. الإصابات هناك 68,000 حالة إصابة و192، أما الوفيات توقفت عند 4,232، ومن تعافى 35,000 حالة، 400
95. ونختم الحصاد من بريطانيا. بريطانيا ترتفع فيها الأعداد يوما بعد الآخر. البريف الحكومي كان منذ ساعة تقريبا الحالات ارتفعت إلى 70,000 إصابة و 272 الوفيات 8,958 قاربنا على 9,000 حالة وفاة في بريطانيا والتعافي 135 حالة. الأرقام ترتفع في بريطانيا اليوم فقط هناك أكثر من 900 حالة تقريبا توفيت في المملكة المتحدة. ننتقل معكم إلى الإجراءات التي اتخذت في 24 ساعة الماضية في دول العالم لمواجهة كورونا. في العالم يواجه كورونا. العالم في مواجهة كورونا كما تعودتم. نبدأ من منظمة الصحة العالمية. ما الذي قالته أو ما هو الجديد لدى منظمة الصحة العالمية هذا اليوم؟ تتحدث أن كل ما يقال عن دواء لكورونا شائعات. استمعنا عن مجموعة من الأدوية كثيرا على مدار الشهر الماضي أن هناك لقاح تجربه الولايات المتحدة، هناك من استخدم علاج الملاريا، هناك من استخدم البلاكينيل، هناك من استخدم كومبينيشن أو يعني مجموعة من الأدوية مع بعض في آن واحد. ترامب أعلن عن عدد من الأدوية، شركة فرنسية اسمها سانوفي أعلنت عن عدد من الأدوية أيضا، ولكن حتى الآن منظمة الصحة العالمية تنفي كل هذا، تقول كل ما يقال عن دواء لكورونا هو شائعات. كما ذكرت في حلقة سابقة عندما تتحدث عن لقاح فأنت تتحدث عن 14 شهر إلى 18 شهر تقريبا، تتكلم عن سنة ونص لازم تطمن أن اللقاح ده لقاح آمن عشان تبدأ تعتمده ومن ثم تجربه على الناس. لكن كل الكلام اللي بيحصل دلوقتي هو لم يتم الاستقرار على أي دواء، كلها عينات عشوائية في بلدان بتحاول تجرب، بتحاول تطور من لقاحات. كل دي مجهودات طيبة وجميلة ولازم تحصل، لكن منظمة الصحة العالمية نرجع لها تاني، كل اللي بيقال عن الأدوية هو شائعات. نروح للولايات المتحدة الأمريكية. ترامب هناك قال بلغنا ذروة انتشار الوباء ونختبر عشرات الأدوية. هو خبر ليه علاقة بخبر منظمة الصحة العالمية، أيوة احنا بنختبر أدوية لكن ما ينفعش نعلن دواء، وده اللي ترامب بيقوله. هو أعلن قبل كده عن دواء وهيلاري كلينتون سخرت منه على حسابها على تويتر وجابت صورة ليه هو بيبص على كسوف الشمس وقالت ما تاخدوش روشتة طبية من الشخص اللي بيبص للشمس يوم الكسوف. فدونالد ترامب بيقول نختبر عشرات الأدوية، بيقول بلغنا ذروة انتشار الوباء، قبل دقائق قال إن الأعداد هتبدأ في الانخفاض، لن نصل إلى 100,000 متوفي في هذا الفيروس. لازلنا في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن مشهد مؤلم في الحقيقة. نيويورك هناك تستخدم قبورا جماعية لدفن الموتى. نتابع. مشاهد مؤلمة بالتأكيد. كان في مشاهد من أسبوعين لعربات الجيش اللي محملة جثث الموتى من مدينة إيطالية في الشمال، والآن نيويورك تقوم بدفن وجثث مقابر جماعية لهذه الجثث. العالم يعاني بالتأكيد مع هذا الفيروس. إلى كندا التي تطورت فيها الأمور صباح اليوم، حيث قال مسؤولون في الحكومة الكندية وباء كورونا قد يتسبب بوفاة ما بين 11,000 و22,000 في البلاد. وعلى موقع تويتر كانت هناك تصريحات لعدد من الصحفيين الكنديين يتحدثون عن هذه الأرقام وعما
يحتمل أن تواجهه كندا في المرحلة المقبلة من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات أيضا. إلى ألمانيا في أوروبا، ألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا يتفقون على حزمة دعم اقتصادية ضد الوباء. إيه الحكاية؟ الحكاية أن هم اتفقوا على 500 مليار يورو دعم للدول المنكوبة والمتضررة. كان هناك اقتراح من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بتقسيم الديون أو التكلفة على الجميع في الاتحاد الأوروبي، ولكن تم رفض هذا الطلب. هناك تحذيرات من إيطاليا بانهيار الاتحاد الأوروبي، ولكن نحن أمام قرار حقيقي من الاتحاد الأوروبي أو من دول الاتحاد الأوروبي ب 500 مليار دولار حزمة مساعدات. بالتأكيد هتساعد الكثير من الدول. أسبانيا بالأمس كنا بنتكلم أنها بتعمل خطة إنعاش اقتصادي عاجلة للأوضاع. إيطاليا بتتكلم عن انهيار كبير في الاقتصاد هناك. ربما تساعد هذه المليارات 500 في إنعاش الاقتصاد في هذه الدول الأوروبية المنكوبة. إلى إسبانيا هناك وقرار جديد. الحكومة تقول نقترب من تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة تفشي كورونا. خبر جميل، خبر فيه تفاؤل. إسبانيا عانت بشدة في الأسابيع الماضية، وصلت إلى ذروة المرض. حالات الإصابات هي الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حالات الوفاة هي الثالثة بعد إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا. نتحدث هنا عن اقتراب من تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة تفشي كورونا. نتمنى ذلك، نتمنى أن تسيطر الحكومة الإسبانية على انتشار الفيروس بشكل سريع. إلى فرنسا وباريس التي تضاعف قيمة خطة الطوارئ إلى 100 مليار يورو. كنا نتحدث في حلقة سابقة عن الإجراءات الحكومية، عن الاقتصاد الحكومي، كيف ستتعامل كل دولة مع هذه الأزمة. الآن هناك أموال تضخ باستمرار كل أسبوع تقريبا، نشاهد أو نتابع حزمة من المليارات تقوم بضخها هذه الحكومة أو تلك. هنا في فرنسا مضاعفة قيمة خطة الطوارئ إلى 100 مليار يورو. الأوضاع في فرنسا في هذا الأسبوع هو أسوأ أسبوع على فرنسا منذ مواجهة فيروس كورونا. إلى بلد أخرى وهي بريطانيا. بريطانيا الحكومة تقول في بريطانيا الوباء لم يصل ذروته بعد، الحكومة تعتزم تمديد إجراءات العزل. بالتأكيد هذا قرار صائب 100%، لأنه لازم العزل يستمر يمكن لحد نهاية شهر مايو القادم. الوباء لم يصل ذروته حتى الآن، على الرغم من 70,000 حالة إصابة، نعم، على الرغم من 9,000 حالة وفاة في بريطانيا، نعم، لم نصل للذروة بعد في بريطانيا. ونتمنى ألا نصل، وأن تستقر الأمور، وتستطيع الحكومة بمساعدة من الشعب والالتزام بالتعليمات أن تقوم بتسطيح المنحنى ولا نصل إلى الذروة. هناك توقعات بالوصول للذروة في خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، ولكن الوباء لم يصل ذروته بعد، وهذا ما تتمناه الحكومة. لازلنا في بريطانيا، والحكومة البريطانية قررت في الحقيقة على لسان وزير المالية السيد سوناك بدفع حزمة مساعدات بقيمة 750 مليون جنيه استرليني لدعم الجمعيات الخيرية، التشاريتي جروبز أو المنظمات الخيرية والإغاثية في بريطانيا. الحكومة قررت أنها تساعدها ب 750 مليون جنيه استرليني لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا. خليني أنقل هذا القرار لضيفي الذي انضم إلي عبر سكايب، السيد ناصر حامد، المدير التنفيذي للإغاثة الإسلامية. أهلا بك معنا سيد ناصر. طيب، حتى يكون معنا السيد ناصر، نتابع قرار الحكومة البريطانية. I'm announcing £750 million of funding for the charity sector. £370 million of that funding will support small local charities working with vulnerable people. We all know who they are. Those small charities in our villages, our market towns, in pockets of our cities. The unsung heroes looking after the vulnerable and holding together our social family. طيب، ده كان قرار السيد سوناك وزير المالية البريطاني، ويبدو أن ضيفنا مش موجود معنا في الحلقة. على كل يمكن نتابع القرار ده مع ضيوف آخرين في حلقات قادمة. نرجع للقرارات مرة تانية ونروح للإمارات.
الإمارات تمديد العمل بقرار إغلاق المساجد ودور العبادة بدولة الإمارات حتى إشعار آخر. في ناس مرحبة كتير بقرارات زي كده، كويس إنه المساجد دلوقتي على الأقل الشهر ده تظل مغلقة. بالتأكيد يعني في ألم بيعتصر الجميع، شهر رمضان قادم، كل عام وأنتم بخير. خلاص بعد أسبوعين إزاي رمضان من غير مساجد؟ فين صلاة التراويح؟ يمكن نتكلم عن ده في حلقات جاية في كورونا اليوم، لكن القرار ده هناك ترحيب به في عدد من الدول العربية. في الحقيقة تمديد العمل بقرار إغلاق المساجد ودور العبادة بدولة الإمارات حتى إشعار آخر، نتمنى السلامة للجميع. دولة أخرى وهي الكويت، استعدادات لفرض حظر تجوال شامل لمواجهة كورونا، نتمنى ذلك، نتمنى أن يكون هناك حظر تجوال، نتمنى أن نشاهد إجراءات صارمة من هذه الحكومات والتزام من الشعوب بدل الملاسنة اللي حصلة. يعني الكويت الحقيقة في أزمة كورونا خرجت منها بعض التصريحات لأفراد بيتصدروا المشهد في الرأي العام فيها عنصرية شديدة جدا، وفيها كلام عن الوافدين، وفيها كلام عن كذا وكذا، لكن يعني أتمنى أن الحكومة مع هذه الإجراءات تلتزم بها أو يلتزم بها المواطنون سواء الوافدين أو المقيمين، ويحترموا هذه القرارات وتتوقف الملاسنات الجارية الآن بين المقيمين وبعض الوافدين في دولة الكويت. إذن كان هذا العالم في مواجهة كورونا، وننتقل معكم إلى قصة ملفتة في حلقة اليوم. هي قصص ملفتة وليست قصة واحدة. القصة الأولى من الولايات المتحدة الأمريكية. امبارح بالليل قناة ABC الأمريكية نشرت تقرير بتقول فيه إن هي في شهر نوفمبر الماضي حصلت على تقرير استخباراتي. الاستخبارات الأمريكية أرسلت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحذره من بدء انتشار فيروس اسمه كورونا في الصين. الكلام ده إمتى؟ شهر نوفمبر 2019، الكلام ده من 6 شهور تقريبا. الاستخبارات الأمريكية قالت لدونالد ترامب خلي بالك في فيروس في الصين، الناس دول هينشروا الفيروس، الفيروس هينتشر عندهم وبالتالي ينتشر في العالم كله ومش هنقدر ان احنا نسيطر عليه. التقرير الاستخباراتي بيقول وفقا لABC الأمريكية ان دونالد ترامب كعادته سخف من التقرير وهون منه ولم يتعامل معه بجدية تامة، وقال ان دي فيك نيوز وان دي اخبار كاذبة ولا يمكن ان نعول عليها. تخيلوا معايا كده في شهر نوفمبر لو دونالد ترامب سمع كلام التقرير الاستخباراتي اللي تقدم له، بدأ ياخد إجراءات، بدأ العالم ياخد إجراءات، حصروا الصين أو حظروا الرحلات من الصين من شهر 11 اللي فات. أعتقد أن احنا ما كناش هنوصل أبدا لأن أكثر من 1,000,000 سافروا من مدينة ووهان للعالم كله في شهر يناير اللي فات، وبالتالي انتشر الموضوع لأوروبا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن ما كناش هنوصل أبدا للمأساة اللي احنا عايشينها دلوقتي، أن في 1,500,000 مصابين بفيروس كورونا وأكثر من 100,000 واحد ماتوا. لو كان دونالد ترامب سمع للتقرير الاستخباراتي ده كان يمكن حاجات كتير حصلت أو بتحصل دلوقتي ما حصلتش. لكن الجميل في الموضوع أن دونالد ترامب في شهر نوفمبر هو دونالد ترامب في يناير هو دونالد ترامب النهاردة الصبح، اللي كتب على حسابه على تويتر بيعلق فيه على ABC Thank you Frank It's ABC Fake News. نفس القصة، انتوا اخبار كاذبة، انتوا كنتوا عارفين ان انتوا غلط وماشيين وراء القصة المختلقة. دونالد ترامب لا يتغير ولن يتغير، دونالد ترامب ماشي في طريقه، انتوا اخبار كاذبة، انا لا يمكن اسمع ليكم. والحصيلة ان الولايات المتحدة الامريكية اصبحت الاعلى في اعداد الاصابة، وغدا ربما تتجاوز ايطاليا في اعداد الوفيات، ودونالد ترامب لا زال على طريقته الخاصة، انتوا كذابين، انتوا بتقولوا اي كلام، هو بيسمع لنفسه بس ويمكن لفوكس نيوز واثنين ثلاثة صحفيين بيحبوه او بيكتبوا عنه. نروح لقصة اخرى ملفتة اليوم من بريطانيا. بريطانيا ايه اللي حصل فيها؟ حصل فيها شيء لطيف جدا الحقيقة، في عريضة الكترونية برلمانية قدمت من نواب في البرلمان البريطاني لمنح الأطباء العاملين في وزارة الصحة من غير البريطانيين الجنسية البريطانية مباشرة. العريضة دي بتدخل توقع عليها قبل بداية أو الحلقة، كان الموضوع وصل تقريبا 18,000 وشوية، يمكن يكون عدى 20,000 توقيع.
الناس بتتكلم ان احنا عندنا عاملين من الاتحاد الاوروبي ومن جنسيات اخرى. العاملين دول يا جماعه عنده بيعملوا حاجه، بيضحوا بحياتهم عشاننا، بيضحوا بحياتهم عشان باقي الناس المقيمين في بريطانيا، وبالتالي اقل حاجه تتقدم لهم من الحكومه البريطانيه ايه؟ انك تمنحهم الجنسيه او الاقامه الدائمة، سواء هو بقى له سنة سنتين أقل أكتر، محدش اتكلم لسه في التفاصيل. لكن في ميزة جميلة قوي في الموضوع، على الموقع ده لما تدخل عليه في التصويت هيقولك إن القانون هنا بيقول لو 10,000 واحد وقعوا على عريضة زي دي فالحكومة لازم ترد عليها. الحكومة ترد تقول لا مش هنعمل، هنعمل، هندرس الموضوع، بنفكر، هنشوف، كلام كويس، المهم الحكومة ترد. طيب لو وصلت التوقيعات، وأتوقع أنها توصل الحقيقة ل100,000 توقيع، إيه اللي بيحصل؟ بينتقل الموضوع إلى داخل البرلمان للمناقشة جوه البرلمان، ونشوف يا جماعة إيه قصة، هل هنوافق عليه مش هنوافق عليه، لو تم الموافقة عليه بيتحول لقانون وبتلزم به الحكومة مباشرة. خليني أنقل العريضة دي وهذه الأفكار الطيبة في الحقيقة إلى الدكتور إبراهيم حمامي. دكتور إبراهيم أهلا بيك. حياك الله. طيب ايه القصه؟ يعني الموضوع بدا من عاملين في وزاره الصحه ولا بدا من داخل البرلمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك استاذ اسامه وكل المشاهدين الكرام. شكرك. يعني حقيقه العريضه هذه اي شخص في اي مواطن في بريطانيا يستطيع ان يبدا عريضه زي هذه، وتاخذ حوالي 6 أشهر كامله على موقع البرلمان البريطاني كي يتفاعل معها الناس ويقروها. طبعا في وجود مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وغيرها تنتشر كالنار في الهشيم مثل هذه العرائض، وتحصل توقعات كثيرة. العريضة هذه تفضلت فيها في تقديمها حصلت على أكثر من 10,000 صوت، فالحكومة ملزمة الآن بالرد. الرد سيكون ربما توضيح من الناحية القانونية أو وعود إلى آخره. لو وصلت إلى 100,000 كما ذكر سيكون هناك احتمال مناقشتها في البرلمان والتصويت عليها. إذا هذا طبعا كله بسبب التفاعل الكبير الشعبي والجماهيري الكبير في بريطانيا مع طواقم الكوادر الصحية، خاصة أنه كثير منهم الآن بدأوا يفقدوا حياتهم لمعالجة الآخرين. يعني تقريبا 3 أو 4 مرات كل مرة الساعة 8 مساء كل الشعب يخرج إلى الشوارع أو حتى من الشرفات والنوافذ للتصفيق والتصفير والتهليل وتحية الطواقم الطبية في ما يسمى بالNHS أو الخدمات الصحية العامة. طبعا ثلث الأطباء اللي بيشتغلوا في منظومة الNHS البريطانية هم من المهاجرين إنجاز التعبير، أو ليسوا من أهل البلد الأصليين، هم الذين خرجوا في خارج بريطانيا تخصصوا ربما هنا أو في مكان آخر ثم أتوا للعمل في هذه البلاد، وهم الذين حقيقة الآن الخط الدفاع الأول مقابل هذا الوباء المنتشر. ولذلك وجدنا أنه أول 8 أطباء توفوا بهذا الوباء بفيروس كورونا المستجد الكوفيد 19 كانوا جميعهم بدون استثناء هم من المهاجرين ومن الأطباء الذين تخرجوا من خارج هذه البلاد والذين يقدمون خدمات هذه البلاد. ومن هنا جاءت فكرة هذه العريضة أن يتم تكريم هؤلاء إما بمنح الجنسية أو تسهيل منح الجنسية أو الإقامة الدائمة كما تفضلت، وبالتالي عرفانا وشكرا ويعني تقديرا لدورهم الذي يقدمونه في هذه البلاد. تتوقع رد الحكومة يكون يا دكتور؟ طبعا لا أحد يستطيع أن يتكهن برد الحكومة، خاصة يعني نقولها بصراحة أن هذه الحكومة رغم كل الظروف الصحية الآن وهذه الوباء هي حكومة يمينية في أغلبها، هي التي جاءت بقضية الخروج من الاتحاد الأوروبي لبريكسيت على أساس عنصرية، يعني لا يريدون الأجانب، لا يريدون أي أحد. طيب ولكن هذه الحكومة اليمينية ألم تتعلم من درس الأسابيع الماضية؟ المهاجرون في صدارة المشهد، أطباء مسلمون يفقدون حياتهم. أتمنى أن يكون قد تعلمت، ولكن قبل يومين تحديدا أحد الوزراء في هذه الحكومة الذي ينوب عن رئيس الوزراء الموجود في المستشفى الآن وجه التحية إلى الأطباء اليهود فقط في هذه البلاد، علما بأنه لم يتوفى منهم أحد ولم يذكر أي من الأقليات الأخرى الدينية أو العرقية. وبالتالي هذه الحكومة ما زالت حكومة يمينية في تصوري، لكن ربما الأيام القادمة تغير ذلك الأمر، خاصة أن التفاعل الجماهيري مع الأطباء، مع الممرضين، مع العاملين في المجال الصحي، مع الكادر الصحي بشكل كامل بدأت تنتبه أن هناك من يضحي بحياته في سبيل إنقاذ المرضى في هذه البلاد. هل تدعو من يشاهدنا الآن أو من يعيش في بريطانيا المشاركة والتوقيع على هذه العريضة؟ نعم بكل تأكيد، لأنه هذا نوع من التقدير والعرفان لهؤلاء الذين فعلا هم متخصصون، هم أطباء كاملو التخصص يعملون في هذه المستشفيات، ويجب تقدير ما يقوم به. بل أن الأمر تعدى ذلك أستاذ أسامة، أن الأطباء اللي هم عندهم وضع اللجوء أما ينتظروا وضع اللجوء في هذه البلاد أو حصلوا على اللجوء وهم أطباء أصلاً ولا يعملون. أخذ الاستايب. الطبيب الآن هناك دعوة أن تقوم يعني نقابة الأطباء البريطانية الجي إم سي جنرال ميديكال كونسل بإعطائهم رخصة مزاولة المهنة
لملء الفراغ الذي او النقص الذي تحتاجه المستشفيات في بريطانيا، خاصه انهم تخرجوا ولديهم شهادات طبيه ولديهم معرفه طبيه، ومن السهل جدا خلال يوم او يومين يكونوا في المستشفيات العمل فيها. شكرا جزيلا لك دكتور ابراهيم حمامي، طبيب الاستشاري طب الاسره هنا في بريطانيا، كنت معي عبر سكايب. نعود مره اخرى لخبر بريطانيا فرصه، ولا زلنا في الحلقه، انضم الي عبر سكايب السيد ناصر حامد المدير التنفيذي للاغاثه الاسلاميه. اهلا بك معنا سيد ناصر. اهلا وسهلا. إذن سوناك وزير المالية البريطاني يعلن عن حزمة مساعدات 750 مليون جنيه استرليني للمنظمات الإغاثية، ما هي تفاصيل هذا القرار؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه الحزمة من المساعدات جاءت بعد الضغط من الجمعيات الخيرية الموجودة في بريطانيا، لأن الحكومة أولا قدمت حزمة من المساعدات للشركات الخاصة وبرضو للموظفين العاملين في جميع أنحاء القطاع. كان في هناك توقعات أن الجمعيات الخيرية في بريطانيا ممكن تخسر دخل حوالي 4 مليار جنيه استرليني، ومتوقع أنه حوالي ثلثين منها يعني ينتهي عملها في نهاية السنة بسبب العجز المالي. فهذا الضغط اضطر أن الوزير المالية يخرج ويقدم حزمة من المساعدات المالية بقيمة 750 مليون جنيه استرليني، وهو كان صريح قال أن هذا المبلغ لا يمكن أن يحمي جميع المؤسسات الخيرية. كلامه كان مركز على الجمعيات الخيرية البريطانية التي تقدم المساعدات داخل بريطانيا يعني بالأولوية طبعا، لأن هناك 170 ألف جمعية خيرية مسجلة. من هذه المساعدات من 750 مليون 370 مليون جنيه ستذهب إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمنح تقدمها الحكومة البريطانية، وليس هناك أي تفاصيل أخرى. أما الجزء الآخر هو 360 مليون جنيه استرليني، هذا يذهب إلى المؤسسات الخيرية أو الجمعيات الخيرية التي تقدم الخدمات الأساسية مثل الصحة النفسية أو بنك الغذاء، بنك الطعام وغيرها من المساعدات التي يحتاجها الناس هنا في داخل بريطانيا. باقي 20 مليون جنيه استرليني هي مقدمة مساعدة للحملة الوطنية التي ستقيمها قناة بي بي سي يوم 23 أبريل من هذا الشهر، وقال أنه إضافة إلى 20 مليون جنيه استرليني ستقدم الحكومة البريطانية مساعدة لكل جنيه تجمعه قناة بي بي سي في الحملة الوطنية مقابلها جنيه آخر من الحكومة البريطانية دون أي حد. لو جمعت البي بي سي 100 جنيه الحكومة ستقابلها ب 100 مليون جنيه استرليني، وهذا كله سيذهب للمساعدات الداخلية في داخل بريطانيا. طيب ماذا عن دوركم أنتم في مواجهة هذا الفيروس داخل وخارج بريطانيا؟ بالنسبة لنا في الإغاثة الإسلامية أول شيء توعدنا أن نصرف 10 مليون دولار أو ما يقارب 8 مليون جنيه استرليني للمساعدات المتضررين من الكورونا. في نبدأ ببريطانيا، في بريطانيا خصصنا نص مليون جنيه استرليني، لكن جات لنا مساعدات حتى الآن صرفنا حوالي أو سنصرف 640 ألف باوند أو جنيه استرليني، ونتوقع أن نصل إلى أكثر من مليون جنيه استرليني. إحنا لا نقدم المساعدات للمحتاجين في بريطانيا مباشرة، نعمل مع مؤسسات محلية في لندن، في مانشستر، في برمنغهام، في برادفورد، وهذه المؤسسات عندها عدة عمل، من ضمنها عندهم الخط المساعدات لأصحاب اللي يحتاجوا الصحة النفسية، وفي البنك الطعام، وفي بعض المساجد تحتاج مساعدة لبناء مغسلة لأنه عدد الموتى زادت والمساجد ما عندها أي إمكانيات، وبدأنا نقدم لها مساعدات حتى تبني مغسلة وتغسل الموتى وتدفنهم. شكرا جزيلا لك السيد ناصر حامد المدير التنفيذي للإغاثة الإسلامية، مجهوداتكم مقدرة بالتأكيد، أشكرك شكرا جزيلا. نهاية هذه الحلقة عن فيروس كورونا الذي يهاجم دور المسنين على مستوى العالم، أترككم في رعاية الله.